سالي، يمكن مين منا ما مر خلال هاي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها بحالة أرق وعدم القدرة على النوم. قديش فعلا الحالة النفسية بتأثر على النوم ليلا، قديش بتلعب دور كتير كبير بحياتنا اليومية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور فادي كركوش، أخصائي طب نفسي وإدمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، صباح النور. هلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. يعني صباح دائما نحن مثل ما قالت نور، مين منا وخاصة بهالظروف اللي عم نعيشها الصعبة نوعا ما، ما عم بيعاني من قلة نوم، وأيضا منلاقي في حالات اكتئاب زايدة واضطرابات بالمزاج، استرس دائما، وخاصة في ظل الظروف المعيشية اللي احنا عم نعيشها من غلاء أسعار ومن أزمات أخرى. يعني دائما الإنسان لما يأذي نفسه بحاول يلجأ لشغلات ممكن يعني ممكن هيك يصير تهدي، ممكن يلجأ للطب النفسي اللي هو مانو شيء خلينا نقول سيء، ولكن بمجتمعنا شوي بيستهجنوه، صار هلا لازم يكون متاح للجميع. خلينا نحكي بالبداية عن حالة النوم الطبيعية وإمتى بيصيب الشخص أرق وبيصير حالة مرضية. تمام. هلا النوم هو يعني حاجة للجسم، الجسم فيك نعتبر النوم كالوقود تبع الجسم. يعني احنا بعد يوم عمل طويل هذا الجسم بحاجه الى يرتاح، فالنوم نوع من الوقود تبع الراحه. هذا هلا النوم له وظائف متعدده بتتداخل فيه، بس اهم وظائف للنوم هي مثل ما قلت يعني اراحه الفعاليه الدماغيه بعد يوم الصحو الكامل، بيعيد تثبيت المعلومات اللي نحن كسبناها اثناء النهار. هلا هذا له علاقه بمراحل النوم طبعا. ثلاثه، النوم بغربل المعلومات او يعني الشغلات المزعجه اللي تعرضنا لها اثناء النهار، وبيكتفي بالمعلومات الضروريه نحن بحاجه فيها نكمل باليوم الثاني. بالاضافه طبعا ل يعني تقويه الجهاز المناعي تبعنا وتقويه الجهاز الهيكلي والعضلي، يعني هو مثل ما قلت لك الوقود اللي نحن بحاجته بفتره الراحه. قبل ما نحكي عن الحاله النفسيه قديش بتاثر دكتور بالنوم، خلينا نحكي مثل ما قلت النوم هو وقود لتقدر تكمل النهار ثاني يوم، لتقدر تروح على الشغل. قبل ما نبلش عن الحاله النفسيه خلينا نحكي الساعات. فيني اقول انا هاي الساعات اذا نمت فعلا انا نومي صحي، يعني نحن دائما بيقولوا لنا انه الكبار من 6 لـ 7 ساعات هي كافيه، الاطفال بيقولوا لك من 8 ساعات للـ10 ساعات. هل خلينا نحكي على الساعات الصحيه؟ ايه هلا هو طبعا تختلف الحاجه لساعات النوم باختلاف الفئه العمريه والشرائح العمريه. نعم. يعني بدا من الرضيع، تلاقي الرضيع بحاجه الى عدد ساعات النوم ما بتقل عن 20 ساعه باليوم. صحيح. هي مع مراحل المراهقه الاكبر او يعني الطفوله الباكره بتقل تماما. هلا عند البالغين او الراشدين عدد ساعات النوم يعني المتعارف عليها اللي هي بتكون كافيه لصحه عقليه وجسميه سليمه تقريبا بحاجه بين 6 لـ 9 ساعات. بتقل عند الكهول، يعني متى ما دخلنا بفئه عمريه اكبر بنلاحظ انه عدد ساعات النوم بيحتاجها الكهل هي اقل، تتراوح بين 4 لـ 6 ساعات. يعني هلا بنلاقي نحن بنشكو احيانا اذا في عندنا ختيار بالبيت انه فايق بكير عم يقرقع عم يزعج كذا، لا هو اكتفى بساعات النوم تبعه. طبعا اذا ما في عندنا اضطراب مسبب لقلة ساعات النوم، بس اقل من 6 ساعات هي النسبه الاقل، 6 ساعات للبالغين. هي البالغين بين 6 لـ 6 ساعات حسب كل ظروف وعمل كل واحد يعني ظروفه الحياتيه اليوميه كلها بتلعب دور بعدد تحديد ساعات النوم عنده. بس بالحد الادنى المعدل هو حوالي خلينا نقول 8 ساعات يوميا بيحتاجها الجسم كنوع من التحفيز. بس متواصله، في ناس بتقلك نمت 8 ساعات بس منا متواصله، هلا يعني نمت ساعتين. هلا هي بتلعب دور بعدين بظهور اضطرابات برتم النوم عندنا. يعني هي القيلوله النهاريه الكذا اللي نحن بنعتبرها مريحه اذا صار بتاثر على عدد ساعات النوم الليليه فلا نحن بنفضل نخففها ساعتها. نعم دكتور، خلينا ايضا نحكي انه امتى الشخص بيلجا للطبيب النفسي بعد عده محاولات له انه انا ما عم نام يوم 2 3 اسبوع، مر شهر والنوم خلينا نقول متقطع. طبعا. او احيانا بمر 24 ساعه ما بينام فيها، فهون قديش مهم انه يلجا لطبيب نفسي معالج بلا ما ياخذ لحاله ادويه مساعده للنوم. هلا بس نحن قبل ما نفوت ب يعني انت ذكرتي شغله له علاقه، صار في عندنا نحن مشكله او اضطراب له علاقه بالنوم. نحن فيزيولوجيا النوم بتقسم لاربع مراحل. تمام. مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه. المرحله الرابعه هي مرحله النوم العميق، بس الانسان لازم يمر بهي المرحله الرابعه ليفوت فيها. بتجي مرحله بعدها خامسه
اسمها مرحله نوم العين السريعه او الريم. أول مرة بنسمعها. إيه لا هي هي كثير مهمة لأنه نحن أغلب شيء مشاكل النوم تظهر بهي المرحلة. ففيزيولوجيا نحن لازم نمر من أربع مراحل، بدءا من شيء اسمه كمون النوم أو مرحلة الدخول بالنوم للمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة النوم العميق. هون في أمواج دماغية يعني عن مخططات تظهر تبعا لكل مرحلة. أي خلل بهي المرحلة هو بشكل لاحقا شيء عندنا اسمه اضطراب بالنوم. هلا أشياء اضطرابات النوم اللي موجودة هي الأرق. بس خلينا نعدد المراحل يعني قبل ما نفوت هن المراحل اللي بيمر فيها النوم شو هن؟ هلا هن اربع مراحل بس لها علاقه بالامواج اللي بتظهر. يعني هلا اول مرحله اسمها مرحله الدخول بالنوم، هي عاده بتبلش بتظهر فيها موجات اسمها موجات ثيتا مختلفه عن موجات الصحو الالفا وبيتا، هذوليك اللي مسؤولين عن الفعاليه والحركه. هي موجات بطيئه يعني بتاهب الواحد للدخول بالنوم. هلا هي المرحله بنلاحظها كلنا، بجوز واحد مثلا بتسطح على التلفزيون بيخفى شوي، بس اي شيء بيفيقه يعني مثلا قوم نام هي بتلاقيه فورا بيقوم مثلا على تخته او على غرفته. هلا هي بتاسس لمرحله بعدها اسمها مرحله مغازل النوم او سليب سبيدلينج، يعني هي لازم على مخطط الدماغ تظهر مجموعه من الموجات بتتراكب على بعضها والقريبه. هي بتدل على انه الشخص على مخطط النوم نحن عم نحكي بلش يفوت بعمليه النوم رسميا. يعني طبعا بهي المرحله العضلات بترتخي، حركات العين بتقل، حتى النبض والتنفس كله بيقل. بنروح على مرحلة انتقالية بيناتهم اسمها المرحلة الثالثة، هي بتأهب لظهور موجات النوم البطيئة دلتا اللي هي المرحلة الرابعة مرحلة النوم العميق. هون من الصعب كتير انه الشخص يستيقظ الا اذا طبعا تعرض ل يعني محرضات قوية لانه يفيق. حتى اللي بيفيق بهي المرحلة اذا بتلاحظيها بتصير معنا كلياتنا بيفيق احيانا ممكن يقول لك انا وين او شيء، يعني نوع بصير فيها نوع من التخليط احيانا. هلا طبعا لها علاقه بكلها بمخطط الدماغ يعني هو يعني البنى التشريحيه العصبيه المسؤوله عن تنظيم النوم. حديث فيها كثير واسع، هلا بنعطي هيك فكره للاخوه المشاهدين عنها. هذا كله بيهبنا لشيء اسمه نوم الريم وهو المرحله الاساسيه بالنوم. يعني كل هدول المراحل بيستغرقوا تقريبا حوالي 90 دقيقه، يعني كل 90 دقيقه نحن عندنا دوره نوم جديده. اي خلل بمرحله من هالمراحل شيء اسمه الارق. والارق نوعين، يعني المتعارف واشياء اضطرابات لي هي صعوبه الدخول بالنوم، يعني احنا عم نحكي عن المرحله الاولى. نعم. او ستيج 1 او صعوبه البقاء في النوم، يعني مرحله دلتا او المرحله الرابعه. نعم. يعني ايضا في عالم بتقول انا ما بنام بلا ما اشرب فنجان قهوه. يعني كمان المنبهات ما بتلعب دور كتير كبير بالأرق، يعني أحيانا كمان ممكن كثرة المنبهات خلال يومنا تسبب هيدي الحالة. وفي ناس لا أنا بنام على الكافيين وهذا الشيء كمان ممكن يكون تمام. هلا هي العلاقة بالعادات اليومية، أيام العادات كتير تتدخل بنحن تنظيم مراحل النوم. صحيح. يعني على الجانب الثاني في عالم بتقول لك أنا ما فيني نام إذا ما شربت فنجان القهوة تبعي المساء. هلا نسبتهم قليله هدول الاشخاص بس موجودين، يعني اللي بيعتمد على نوع معين من المنبهات او الكافيين، يعني او المواد بيدخل فيها الكافيين بتلاقي انه انا بالليل بحب اشرب متي قبل ما انام مثلا، بحب اشرب شاي. صحيح. بحب اشرب فنجان قهوه بعد العشاء او شيء، بتلاقي نومه ما عنده مشكله. هلا نحن امتى بنحدد انه في عندنا مشكله وبدها يعني استشاره؟ اذا تعرضنا لشيء اسمه الارق هذا بغض النظر شو سببه، لانه اضطرابات النوم ما فينا نعزيها بس لخلل ضمن هاي المراحل، في امراض ثانيه مزمنه بتسبب لنا مشاكل بالنوم واسعه. بنقول الحاله النفسيه بتكون عم تاثر، يعني قبل ما نقول في امراض تدخل هي امراض فيها تداخلات هي بتاثر على حاله النوم، لما اقول الحاله النفسيه هي اللي بتاثر على حاله النوم، كيف فينا نميز؟ هلا يعني نحن ما فينا نقول انه علاقه متعديه، يعني اي اضطراب نفسي بده يعمل مشكله بالنوم، او اضطرابات النوم قد تؤدي الى اضطرابات نفسيه خصوصا اضطرابات المزاج، يعني لها علاقه بالاكتئاب، انه انا ما عم نام تلاقي اخر شيء الشخص مزاجه بلش يعني يتاثر، ينخفض مزاجه، يصير اكثر استثاره، يعني استجابته للبيئه بتصير عدائيه شوي. اغلب محيطك هلا بيقول لك مثلا انا من طبيعه عملي مثلا انه ما نمت كثير، ما عم نام كثير، ما جاي على الشغل كنت عم فكر، يعني بتلاقي الاشخاص اغلب الناس صارت بتفكر كثير ببكره. تمام. يعني دائما عندها اجنده قبل ما تنام، بيقول لك لازم تسترخي وما بقى تفكر بكل شيء سلبي لتقدر تفوت بحاله نوم عميق.
اغلب الناس بتقول لك لا في عندي حسابات وعم فكر كثير ما قدرت نام، نمت حالي متقطعه. هو قلت لك انا هو الطلب احيانا يعني هو الطلب يعني نحن النصيحه سهله بس تنفيذها عند الشخص اللي بيعاني من المشكله ما بالضروره يكون يعني بهالسهوله. يعني انا بقول له لا تفكر، اذا انا عندي مشكله مثلا شاغله بالي او مأثره على يعني بشكل ما جزء من حياتي او نمط حياتي، احد الشغلات يعني بالعادات اليوميه هو النوم اللي ممكن يتاثر. عرفتي كيف؟ فهي الشغلات نحن ما فينا دائما نربطها انه والله اضطراب النوم ناتج عن مشكله نفسيه، في عده مشاكل كثير. ايمت بنقول يعني ايمت بنقول هي ناتجه عن حاله نفسيه؟ يعني نحن كمعايير للتشخيص لازم الشخص يعاني من الارق على القليله 3 مرات بالاسبوع لمده شهر. ساعتها بنقول انه انت بحاجه لاستشاره، بيخضع لتقييم سريري نفسي كامل بيحددوا سبب هاي المشاكل اللي صارت، ان كانت من منشأ نفسي او اضطراب نفسي، واضطرابات واسعه بالنفسيه بتشكل يعني بتسبب هالاضطراب، او المشاكل العضويه الثانيه. يعني نحن في عنا امراض الاستقلابيه كلها، داء سكري، اضطرابات الغده الدرقيه بتسبب مشاكل بالنوم، عنا في شيء اسمه مثلا الاورام الدماغيه، في عنا تقدم بالعمر بسبب مشاكل بالنوم، في عنا مشاكل العلاقه بالجهاز العضلي الهيكلي كمان بتسبب مشاكل بالنوم. يعني الموضوع بده مقاربة طبية وسريرية ونفسية كاملة حتى نعم. قدر حدد هالمشكلة. كان ببداية حديثنا حكينا عن عدد ساعات النوم، في أحيانا خلينا نحكي على الحالة المعاكسة تماما للأرق وهي النوم الزائد. أحيانا في أشخاص بتفيق وبترجع بتاكل وبتنام، طبعا هون بتكون هي ممكن تكون فايتة بحالة اكتئاب أو 90% هي بتكون فايتة بحالة اكتئاب. يعني هي كمان القصة قديش بتعادل الأرق، يعني هي مثل هي. هلا فرط النوم هو مشكلة مثل مشكلة الأرق تمام. يعني في عنا شيء اسمه فرط، يعني فرط النوم. هلا أنت الربط بالاكتئاب، نحن في شيء اسمه قلت لك بنى تشريحية عصبية بالدماغ مسؤولة عن دار تنظيم النوم كلها، فبتتداخل فيها مجموعة كبيرة من النواقل العصبية. أي خلل بمنطقة من هالمناطق ممكن يسبب لنا إما مشاكل تتعلق بالأرق أو تتعلق بفرط النوم. يعني الموضوع له علاقة بدراسة يعني مفصلة، لأن وين المشكلة بأي مرحلة من مراحل النوم هي بدها عادة المريض بينام بمخبر بيعملوا تخطيط للدماغ، بيشوفوا ظهور الموجات عدم ظهورها. يعني في اضطرابات أحيانا بتصير معنا نحن ونايمين يسمونه توقف تنفس، يعني بنلاقيها او الشخير او هدول. هي كلها بدها دراسه مخبريه، يعني قصدي مخبر للنوم. يعني نعم. يروح ينام المريض عند بعياده صدريه وبتم دراسه هذا الموضوع. طيب دكتور، ببدايه حديثك قلت انه الشخص بيمر باربع مراحل يدخل بحاله النوم العميق، وكل مرحله هي بتتطلب 90 دقيقه. لما لا مراحل يعني كل دوره مراحل. نوم 90 دقيقه. 90 دقيقه هنا اربع مراحل. طب اذا الشخص فاق مرتين او ثلاثه ورجع نام خلال دوره النوم، انا بعتبر انه هذا نوع من حاله الارق ولا حاله لا طبيعيه؟ لا طبعا هذا نوع من حالات الارق. يعني انا هلا بيقول لك مثلا اذا فقت كل ساعتين ممكن ورجعت نمت مثلا، ممكن في ناس بتقوم بتشرب او كذا، هي حاله طبيعيه. ايمت تفرق؟ انا فيني فرق. نحن لما حكينا انه الحاجه الاساسيه للنوم هي حوالي بين 6 ل 8 ساعات عند متواصلين، لازم يكون متواصلين دون انقطاع. هذا النوع بنسميه نحن الاستيقاظات المتكرره. كمان بده مثل ما قلت لك يعني بده دراسه نحن انا شو المشكله عندي اللي عم تصير. حتى بس هون بقول انه حاله يعني بيقول حاله ارق. ارق طبعا يعني عشان العالم تقدر تفرق. يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نشرح ونبسط للناس. مثلا ساعه او ساعتين عم يفيق، فمعناتها هذا يعني ما له نوم منتظم، بالتالي رح يتعب بعد فتره الشخص او يعاني من مشكله من هذا الموضوع. تماما. يعني دكتور بدنا نسال سؤال اللي هو من هم الاشخاص الاكثر عرضه للارق؟ طبعا كلنا عرضه للارق، بس مين الاكثر تاثرا؟ خلينا نقول انه ما عم بيقدر ينام. في ناس عن جد رغم كل شيء بتحط راسها على المخده ما في دقيقه بتغفى، في عالم ضلها تعمل اي شيء لتنام. فمن هم هلا شوفي اذا بدنا نعزيها الموضوع للناحيه النفسيه فهي بتتعلق بالناحيه الماديه العلاقه بال يعني بتركيب الشخص ويعني استجابته للمؤثرات ومرونته النفسيه بالتعامل مع المطبات الحياتيه اليوميه او المشاكل الاعتياديه. في عالم فمن ضمن الشغلات ممكن تاثر بحياته الاشخاص اللي سهل يعرجوا مثل ما بيقولوا هو موضوع النوم. هلا كنسبة إحصائية النساء أكثر عرضة لإصابة باضطرابات النوم من الرجل، ما فيها الفرق الشاسع بس يعني على دراسات الإحصائية. هلا سبب معين ما في، بس يبدو إلى علاقة بكاركتر المرأة إلى عبده بجهازها الهرموني جهازها العاطفي. لا ما دخل، حتى الرجل عنده هموم. يعني الهموم كلمة عامة،
عرفتي؟ بس إن الدراسة الإحصائية يعني في اضطرابات بالنوم بتصير عند الرجل أكثر من عند المرأة، وبالعكس يعني مثلا الشخير بنلاحظه عند الرجل أكثر من عند، أو نوب انقطاع التنفس أثناء الليل. نعم. هلا اضطرابات المزاج اللي بتسبب مشاكل بالنوم بنلاحظ وجودها عند المرأة أكثر، يعني من ضمنها الديبرشن أو الاكتئاب يعني مثلا. طيب دكتور، في بالآونة الأخيرة عم نشوف كثير من الناس ما بتتجه يعني للدكتور، خياره دائما الخيار الأخير، عم يكون في استخدام للأدوية مضادة اكتئاب أو أدوية بتساعد على النوم دون استشارة، قديش هيدا الموضوع مضر للشخص وقديش مهم فعلا استشارة الدكتور أخصائي؟ هلا هي موضوع اللجوء للمساعدات على النوم، يعني هو هذا مشكله موجوده بكل المجتمعات طبعا. يعني ما مو محصوره بالمجتمع السوري او شيء، دائما الشخص هي مشكله عامه بس بيكون عنده فعلا بيكون بتأثر. عنده يعني خيارات كثير بديله متاحه سهله له قبل الاستشاره. يعني من ضمن اللجوء للمنومات او سوء استخدامها، خلينا نقول هلا نحن في منومات بسيطه ما في ضير من استخدامها بحالات الارق العابره اللي مثلا ناتجه عن يعني ظرف نفسي معين، ظرف حياتي معين، ممكن الشخص يعاني يوم يومين من هي. في يعني نوع من الادويه ممكن الصيادله تعطيها بتساعد على النوم، ما عم اقول لك منومات، منومات بدها وصفه طبيه نظاميه. هلا لما ندخل بمشكله معياريه لها علاقه بالنوم، انه نحن صار عندنا نوبات ارق متكرره على مدى شهر مثل ما ذكرت، فيفضل الاستشاره الطبيه لنفي اسباب ثانيه مسببه لهذا الموضوع. يعني انا مو دائما بعزي السبب النفسي انه انا ما عم شكل لي القلق اروح اخذ مثلا منوم او ادويه تساعد على النوم. هلا ذكرتي حضرتك انه باخذ دواء الاكتئاب، يعني دواء الاكتئاب ما هو منوم. دواء الاكتئاب هو دواء لحاله الاكتئاب اللي ناتج عنها مثلا، او احد اعراضها هو قله النوم او اضطراب النوم. يعني انا فلذلك وضع القصه المضبوطه ووضع التشخيص هو اساسي قبل العلاج. تمام. دكتور، انت حضرتك كاخصائي في الطب النفسي ومعالجه الادمان، بتفضل مثلا بالحالات مانا خطيره انه يلجا الشخص ل المهدئات الطبيعيه اللي هي الاعشاب ممكن، او كاسه لبن بينصحوا بالليل، افضل ما انه هو ياخذ دواء ونصير بحاله ثانيه اللي هي الادمان، يصير مدمن على العلاج خلينا نقول. طبعا. قديش كمان ومين الاشخاص اللي ممكن ممكن انه يمشي حالهم بالاعشاب؟ هلا مو هي ما فينا نحصرها بالاعشاب، نحن النوم قلت لك حاله فيزيولوجيه تماما تخضع للخلل مثل اي امر اخر تماما، بس في ناس عم يقدموا على فنحن الأدوية. فينا ننظم هذا الموضوع، يعني نعمل مثل نوع من التدريب لنرجع تماما نضبط هي الساعه الفيزيولوجيه وتنتظم. اهم شيء، اهم قاعده كنصائح عامه دون اللجوء للادويه، هي تحديد ساعه النوم الصباحي، استيقاظ يعني عفوا، لازم انا دائما يعني امتى ما نمت بس انا اتدرب انه انا بدي فيه بساعه معينه، مع الوقت بصير انا جسمي بيحتاج الساعات اللي لازم للنوم باعتبار انا عم فيق بهي الساعه. يعني حتى لو نمت 12 بالليل لازم حدد بدي فيق ساعه معينه، سهرت نمت 4 لازم فيق بهي، حتى لو كنت نعسان. هي الموضوع بده شويه وقت لانا ارجع ادرب دماغي على هذا المخطط الطبيعي يرجع يمشي. هي احد النصائح. اثنين طبعا الابتعاد عن كل العادات، يعني خلينا نقول التي تسيء لعمليه النوم او سير النوم، من ضمنها استخدام المواد المنبهه او الانفعالات او شيء. هلا هي نصائح بس القواعد هي نحن إلى علاقة بساعة الصباح، الاستيقاظ هي أساسية. إذا أنا عندي عادات إنه القيلولة النهارية بحاول خففها إذا بدها تأثر على ساعات النوم الكلية المسائية. نعم. هلأ في بعض النصائح هيك ممكن تعتبريها غريبة، إنه بالليل أنا إذا بدي مثلا بتسطح شوي لنعس حالي أقرأ كتاب ممل جدا، يعني كتاب أنا ماني طايقه، غير لما كتاب عم بستمتع فيه بدي أسهر بدي كمله، لا حط كتاب حياتي ما بيخطر ببالي اقراه. يعني هي احد النصائح، ايه ممكن يساعدني كثير انه انا اسكر هالكتاب بعد فتره ادخل بعمليه كمون النوم او مرحله النوم الاولى. بالاضافه لاستخدام يعني الاعشاب اللي بتعرفيها كقواعد عامه، يعني او بنستخدمها الزهورات، اليانسون، يعني اللي بتريح الاعصاب بالعرف العام. يعني طيب دكتور، بالختام ممكن نشهد بعض اضطرابات النوم عند الاطفال وكيف ممكن الاهل ينتبهوا لهي القصه؟ هلا في يعني في النوم في اضطرابات لها علاقه ببدايه النوم، في اضطرابات بسميها اضطرابات المخله بالنوم مثل الكلام اثناء الليل او مثل السير اثناء النوم، وهي بنلاحظها شائعه كثير عند الاطفال. هلا هدول غالبا بتنتهي مع فتره البلوغ الاولى، يعني مانا من هالشكايات خلينا نقول مثل الى مصدر قلق. يعني في نوع اخرى عند الاطفال بنشوفها مثل بسموها
نواب الرعب الليلي، بتلاقي الثائب بالليل الولد عم يخاف. بالاضافه نحن للشق المهم اللي له علاقه بالمرحله الخامسه اللي ذكرتها بالنوم او نوم الريم، هي الاحلام. اللي في بعض منا بيكون مزعج، في بعض منا بيكون اكثر مزعج، بنسميها النايت مير او الكوابيس نحن يعني، او بالعاميه بسموها الرابوصه او شيء هيك. فهي يعني من خلال ممكن يتعرض الى يعني طفل. الحديث عنها كثير مطول لانه كل اضطراب لحاله بده يعني. احيانا بيقولوا لك مثلا طفل صغير لازم ينام 8-10 ساعات، انا ابني ما بينام كثير. فهي بيكون لها علاقه بخلل اضطراب النوم ولا هو جزء طبيعي الجسم؟ هلا قلت لك الطفل مثل البالغ، يعني انا لما بدي شخص اضطراب النوم لازم يكون عندي مقاربه نفسيه سريريه كامله. على هذا الاساس انا بقدر اتوجه اذا في عندي مشكله بالنوم او الى علاقه بالسلوك، بالتالي هذا الطفل يعني صار عنده مشكله بالنوم. نعم، يعني دكتور قديش مهم، نصيحه اخيره لكل اللي عم يتابعنا، اللجوء الى الطبيب النفسي في حالات خلينا نقول ممكن ما يقدر الانسان يسيطر على حاله فيها، يحس في خلل بجسمه، لانه دائما الصحه النفسيه لا تقل شانا عن الصحه الجسديه، يمكن في ارتباط وثيق بيناتهم، طول ما نفسيته الانسان مرتاحة لو مر بعارض جسدي فبيمر. تمام. هلا انت ذكرتي اول شيء انه عندنا شوي مجتمعنا بيستهجن الذهاب للطبيب النفسي. هلا بس حاب اوضح فكره انه هذا الموضوع صار افضل بكثير، يعني موضوع هي الوصمه نوعا ما، الوصمه الاجتماعيه اللي كانت موجوده بالنسبه لزياره العياده النفسيه خفت كثير، ما زالت خفت، علما انه حتى بالمجتمعات اللي نحن بنقول انها متطوره اكثر منا موجوده بمكان ما. تماما. فبس نحن بمجتمعنا هذا الموضوع ملاحظ انه يعني بجوز ظروف الحرب ويعني ظهور الاضطرابات النفسيه بشكل اوسع على السطح خلى العالم تراجع اكثر وهي. فزياره الطبيب النفسي والصحه النفسيه هي جزء اساسي من الصحه العامه تبعنا. يعني العقل السليم فعلا يعني يعكس جسم سليم، يعني هي قاعده اساسيه. فبالتالي نحن نعمل مراجعة دورية، مثل لما نحن معودين حالنا مثلا كل 6 شهور نعمل تحاليل أو كل سنة في عالم عندها هذا التشيك أب بيعملوه بشكل دوري. ما في غير من مراجعة العيادة النفسية، حتى أنا لو ما شكيت من اضطراب كل 6 شهور على الأقل مرة في حال ما عندي أعراض واضحة. هذا نوع من يعني المراية الدائمة على وضعي النفسي و يعني تعاملي مع الظروف الحياتية واليومية بشكل دائم. بالختام دكتور نحن عم نحاول يمكن نسألك جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال جميع المشاهدين اللي عم يشوفونا. نتشكرك الدكتور فادي كركوش أخصائي طب نفسي وأدمان على وجودك معنا، وبتمنى الصحة والسلام لجميع الناس إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور، مثل ما قلت نور، إن شاء الله الصحة لجميع الناس.